بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. الحقيقة انتصف أو بدأ الشهر ينتصف، ومن الأسئلة التي نطرحها في مستهل هذا اللقاء الشيخ صالح، في رمضان يحرص المسلم على فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع العبادات والتزود من العمل الصالح. من العمل الصالح الشيخ صالح بر الوالدين، إدخال السرور عليهم. بعض الأبناء والبنات هداهم الله يا شيخ يقصرون في هذا المجال، لا يفطرون مع والديهم، تجدهم لوحدهم، تمر الشهر ولا يقومون بزيارة للوالدين. استفتاح اللقاء بهذا الموضوع الشيخ حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهو يذكر حق الوالدين بعد حقه مباشرة، مما يدل على أكدية حق الوالدين، وهو البر بهما والإحسان إليهما بالقول وبالفعل. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما. لا تقل لهما أف وهي كلمة تضجر، فلا تظهر التضجر منهما. ولا تنهرهما، ترفع صوتك عليهما، بل تخفض صوتك عندهما إجلالا لهما احتراما لهما، ما يدل على أهمية حق الوالدين. لماذا؟ ردا لمعروفهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهما ربياك صغيرا وأحسنا إليك في وقت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فأحسن إليهما إذا آل بهما الأمر إلى مثل حالتك من الضعف، واذكر فعلهما معك، فعلهما الجميل معك، فأحسن فعلك معهما. هذا مما وصى الله جل وعلا به وأكد عليه وأمر به وكرره في كتابه الكريم، مما يدل على أهمية هذا الأمر. ومن الإحسان إليهما الجلوس إليهما، تأنيسهما، والسلام عليهما، والسؤال عن أحوالهما، وتلمس حاجاتهما لقضائها، كل ذلك بعض ما يجب عليك نحوهما. فهما أعظم المحسنين إليك من الخلق،
هما أعظم المحسنين إليك بعد من الخلق، فلذلك صار حقهما آكد حقوق المخلوقين عليك، فعليك أن تتذكر هذا، أن تبر بهما وتحسن إليهما بالقول وبالفعل، وحتى في التلطف في الكلام معهما، حتى إن بعض السلف لا يحدق النظر في والديه ولا يرفع بصره إليهما، من عملا بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمن ما يؤنسهما ما جاء في السؤال، أن الإنسان يحضر طعام الإفطار معهما، لأن هذا وقت فاضل ووقت إجابة الدعاء، ووقت قد يحتاجان أو يحتاج الموجود منهما إلى الخدمة فيه، فاحرص على ذلك، واحرص على أن تحضر الإفطار معهما إذا كنت قريبا منهما، لتقر أعينهما بك ولتنال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإن الجزاء من جنس العمل، إذا بررت بهما يسر الله لك ذرية تبر بك، وإذا عققتهما سلط الله ذريتك عليك فعقتك، فعليك أن تراعي هذا مع ما عند الله من الثواب والعقاب في حق من أحسن أو أساء إلى والديه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خير على هذا الاستهلال لحلقتنا برنامج فتاوى. نذكر الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بفضيلة الشيخ أن تكون الأسئلة في محيطنا في رمضان، وأن تكون مختصرة من الإخوة والأخوات، تكون الأسئلة مختصرة. فضيلة الشيخ يقول: أيهما أفضل، عشر الأخيرة من رمضان أو عشر ذي الحجة في العمل الصالح؟ يقول العلماء إن أيام العشر، عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقول بأن نوم الصائم عبادة، هل هذا الكلام على مجمله وهل هو صحيح؟ ليس على إطلاقه، بل المراد النوم الذي لا يفرط الإنسان فيه بصلاة الفريضة في وقتها مع الجماعة، النوم الذي لا يأخذه عن المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة، فإذا نوى بالنوم في الوقت المناسب نوى به التقوي على الصيام فهو عبادة، ونوى الاستعانة به على مواصلة الصيام فإن النوم يكون عبادة، لأنه يريد به تقوي على العبادة، والوسيلة إلى الشيء تعطى حكمه، فالمدار على النيات والمقاصد، هذا لمن لا يفرط في صلواته وينام معظم النهار ويقول أنا صائم، الصائم لا يضيع الصلوات، الصلوات آكد من الصيام، فعليه أن يتأمل هذا، والوقت واسع ولله الحمد، فيجعل لكل شيء وقته
ولا يزاحم بعض الأمور ببعض حتى تضيع عليه الفضائل، تضيع عليه الفرص. نعم. أبو سهل من القصيم. نعم. معنا من القصيم، تفضل يا أبو سهل. يا أبو أنا السلام عليكم. معي شهادة ابتدائي، والتوظيف عندنا صعب شوي، لازم شهادة كفاءة أو ثانوي، ودفعت 5000 على إني حصلت على وظيفة حارس مدرسة، وأسأل وش أصلح علي، وش أصلح علي شيء فيها، ما علي شيء وش أصلح. شكرا. نعم. يقول بأنه دفع 5000 ريال لشخص لكي يوظفه لأن ما معه إلا شهادة الابتدائية، هل هذا صحيح؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا رشوة. إذا دفعت للمسؤول مبلغا من المال من أجل أن يوظفك أو يعينك على وظيفة أو على عمل فهذه رشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، علاوة على أنك تقول إنه وظفك في وظيفة أرفع من مستواك ومن شهادتك، فهذا أيضا مع إثم الرشوة هذا تزوير، ولا يجوز هذا العمل. نعم. نذكر السادة الإخوة والأخوات الذين يريدون الاتصال بالشيخ أن تكون الأسئلة في محيط رمضان وأن تكون أيضا مختصرة. فضيلة الشيخ، ما معنى حديث الصوم جنة؟ وهل صحيح بأن يقول حيث يصوم الناس والفطر، الصوم حيث يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس؟ هاتان مسألتان، المسألة الأولى عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. نعم. الجنة ما يتخذه الإنسان وقاية دونه ودون السلاح ودون الإصابات. نعم. مثل الترس الذي يتترس به دون القذائف. فالصوم جنة بمعنى أنه يقيك من المعاصي. نعم. التي هي أشد من وقائع السلاح أو وقائع القذائف، معاصي. فالصوم يقيك من المعاصي، ولذلك يسمى جنة بمعنى أنه يجنك ويدفع عنك الإصابات. فهذا يدل على فضل الصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها. قالوا بماذا يخرقها؟ قال بغيبة أو نميمة. أو ما هذا معناه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فحافظ على صيامك من المؤثرات. الصيام ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما هو ترك ما حرم الله في كل وقت. هناك صوم دائم إلى الوفاة وهو الصيام عما حرم الله، وهناك صوم في وقت معين فرضا أو نافلة وهو ترك الطعام والشراب والمفطرات. وهذا أهون الصيام، هذا أهون الصيام. قد يسهل على الإنسان ترك الطعام والشراب، ولكن لا يسهل عليه ترك الغيبة والنميمة والألفاظ السيئة. فالمسلم يتفطن لهذا، أن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب مع إطلاق لسانه في الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. الصوم حين يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس،
المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم صومكم يوم تصومون والفطر حين تفطرون، يعني أنه إذا اعتمد الإمام إمام المسلمين اعتمد إعلان الصيام فإنه يجب على كل مسلم أن يصوم مع المسلمين إذا ثبت دخول الشهر وأعلن ذلك فإنه يصوم، إلا إن كان له عذر من مرض أو كبر فهذا معذور بالرخص الشرعية أن يفطر، إن قدر على القضاء يقضي وإن لم يقدر على القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكذلك الإفطار إذا ثبت انتهاء الشهر وأعلن ذلك وأعلن الإفطار فإن المسلم يفطر مع المسلمين ولا يشذ عنهم، لأن بعض الناس قد لا يثق والعياذ بالله قد لا يثق بصوم المسلمين ولا يثق بإعلان الصيام والإفطار، فهذا من الجهل، هذا من الجهل ومن الشذوذ الذي يخاف على صاحبه من الضلال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، نستأذنكم بالأسئلة. معنا عبد العزيز على الخط، تفضل عبد العزيز. عبد العزيز، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضل عبد العزيز. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. حياكم الله، تفضل. عندي الوالد الله يديك طولة العمر. عبد العزيز اقصر التلفزيون شوي لان في تردد بيننا وبينك، تفضل اطرح السؤال، تفضل. ايوه، بتصوم طول السنه يعني يوم ويوم ويوم. نعم. وشهر شوال هذا صامت الشهر كامل. قصدك شعبان؟ ايوه هو شعبان. نعم. واحنا دائما يا زي ما تقول كنا نصحها نقول يعني يسر على صحتي، ما ادري على شيء ولا لا. يا شيخ اسمع. نعم الله يحفظك. يقول والدته صامت شعبان يوم ويوم وظروفها الصحية لا تساعدها، عندما جاء رمضان ذكروا لها بأن هذا يضر بصحتها وطلبوا منها ألا تصوم. الشيخ، إذا طلب الأطباء المختصون أن الصوم يضرها فإنها تفطر، وإن قدرت على القضاء تقضي فيما بعد، وإن لم تقدر تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. السؤال الثاني يا عبد العزيز. لا بس هو بالنسبه يا شيخ دفتر على صيام شهر شعبان. طيب وش فيه؟ صامت كامل يعني من اول الشهر لين 30. اي يقول بانها صامت شعبان 30 يوما. الشيخ، لا يجوز صيام شعبان كاملا، يصوم اغلبه ولا يصومه كاملا، لا يصام شهر كامل إلا رمضان. وروي أيضا شهر الله المحرم، لكن الفرض لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. لكن كونها تصوم من شعبان أو تصوم أغلب شعبان هذا مستحب، ولها في ذلك الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يصوم أكثر شعبان. نعم. محمد من الخبر، أذكر يا إخوان في الكنترول الشيخ ما يسمع الأسئلة، ترى إذا الأخ سعد يأتي لتركيب السماعة. طيب المهندس يأتي. محمد من الخبر، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله يا طويل العمر، الله يديك خير، أحبك في الله يا طويل العمر. نعم تفضل. الله يسلمك يا شيخ. صلاة التهجد بداية رمضان هل هي صحيحة ولا لا؟ وهل هي سنة مهجورة؟ التراويح في أول الشهر في العشرين الأول التراويح، وإذا قام من آخر الليل وصلى ما تيسر له زيادة خير، ويكفي بالوتر الأول، وإن كان لم يوتر يوتر بعد تهجده في آخر الليل. المهم أن الباب أن الأمر واسع ولله الحمد.
والباب مفتوح لمن يريد الخير في ليالي رمضان أن يتهجد في آخر الليل، فإن أوتر في أول الليل بعد التراويح يكفي الوتر ولا يكرره، وإن لم يوتر فإنه يجعله في آخر الليل بعد التهجد. نعم. طيب معنا اتصال آخر. فضيلة الشيخ، نعم فضيلة الشيخ، بعض الناس يصلي معنا التراويح ولكنه قبل الشفع والوتر يخرج ويترك الشفع والوتر. هذا خلاف السنة، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لأنه كان يريد تمام الأجر من الله عز وجل. وإن كان يريد أنه يقوم آخر الليل يقوم، ولو بعد ما أوتر مع الإمام يقوم، ولا يكفي ولا يكرر الوتر مرة ثانية، يكفي الوتر الأول. لأن يعني بعض الناس قد يترك الإمام يقول أنا عندي صلاة في آخر الليل، نعم أبا أخلي الوتر آخر الليل، هذا خلاف الأفضل. الأفضل أنه يكون مع الإمام حتى ينصرف ويوتر مع الإمام، وإذا قام آخر الليل ما يحتاج إلى وتر آخر. نعم. يصلي ركعتين ركعتين شيء. نعم، صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء الذي يستجاب في ليلة القدر؟ وإذا الإنسان صادف هذه الليلة ما الدعاء المشروع؟ سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيكرر هذا الدعاء، وما تيسر معه من الأدعية الصالحة، والأدعية كثيرة والحمد لله، الأدعية القرآنية أو الأدعية النبوية أو ما يسر الله له من الدعاء الموافق للكتاب والسنة. نعم. يقول السائل: الشيخ لماذا قدم الصبر على الصلاة في الآية الكريمة؟ لأن الصلاة تحتاج إلى صبر، وكل العبادات تحتاج إلى صبر، لا فلذلك قدمه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يا شيخ صالح يسرفون في الأكل والأطعمة والأشربة، فنجد يعني الموائد مملوءة بأصناف الطعام. هذا خلاف السنة، شهر رمضان ليس شهرا للأطعمة والأشربة والتخمة، بل هو شهر الصيام، يأخذ من الأطعمة عند الإفطار ما يحتاج إليه، أما تنويع الأطعمة وتنويع الإفطار فكان شهر رمضان صار شهر للأكل والشرب، ما هو شهر للصيام. يخفف الأطعمة، لا سيما وأنه سيقوم من الليل، فيحتاج إلى تخفيف من الطعام والشراب، لأنه إذا ملأ بطنه بالطعام والشراب كسل عن الصلاة وعن العبادة. نعم. نذكر السادة المشاهدين، الإخوة والأخوات، لمن أراد الاتصال بالبرنامج، تليفون البرنامج يظهره مخرج هذه الحلقة نايف الكرشمي على الشاشة، لمن أراد الاستفسار عن أحكام هذا الشهر العظيم. فضيلة الشيخ، هل للإنسان أن يعتكف يوما واحدا، وهل للمرأة أن تعتكف في بيتها؟ الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. نعم. لا يجوز للإنسان أن يعتكف في غير المسجد، قال جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، فالاعتكاف إنما يكون في المسجد لا يكون في البيوت، والمسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة. نعم. أما المسجد المهجور فلا يعتكف فيه، لا يعتكف فيه، بل يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة لئلا يترك صلاة الجماعة. والمرأة لا تعتكف في بيتها، هذا ليس اعتكافا لا المرأة ولا الرجل، الاعتكاف في المساجد للرجال والنساء. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم
يضرب لهن أخبية يعتكفن في المسجد. فالمرأة إذا أرادت أن تعتكف تكون في المسجد ويجعل لها مكان خاص تنستر فيه عن الناس، تخلو فيه بربها. نعم. إذا كان الشيخ المسجد فيه مزرعة وفيه نخل، هل يعتكف فيه الإنسان؟ المسجد الذي تصلى فيه الجماعة يعتكف فيه في أي مكان. في أي مكان. نعم. طيب نأخذ أبو خالد. تفضل أبو خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. الحمد لله. نعم، من السماعة يا شيخ. حنا هالحلال نبيع ونشري في البل. نعم. الهجن السباك. نعم. وبنا، وبعض المرات نشتريها ب200 ما تسوى 10,000، وبعض المرات نشتريها ب10,000 تسوى لها 200. فكيف عروض زكاتها يا شيخ؟ هل تزكى من جنس البل؟ شكرا. خلي خفض الصوت. طيب الشيخ يريد أن يسمع السؤال عبر الهاتف من غير السماعة يا أخوان. واضح. إيش السؤال؟ يقول بالنسبة للتعامل مع الإبل وزكاة هذه الإبل، لأنهم يبيعون ويشترون فيها. الإبل زكاتها منها حسب أسنانها. نعم. فرائضها معلومة من السنة. أما الإبل التي يريد بيعها، نعم، ما هي للقنية، إبل يريد بيعها، هذه عروض تجارة. نعم. ثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر من قيمتها المقدرة إذا كانت للبيع. أما الإبل التي للقنية وهي سائمة ترعى الحول وأكثره من الكلى، فهذه زكاتها منها مفصلة في كتب الفقه. نعم. نعم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة، ونواصل معكم استقبال الاتصالات من الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، تقديم زكاة المال إلى رمضان لفضله وكرمه وروحانيته. الزكاة تخرج عند تمام الحول، فلا يؤخرها عن وقتها، عن وجوبها. الزكاة على الفور. لكن إذا كان رمضان أشد حاجة، فيه ناس أشد حاجة، أو يتحرى الوقت الفاضل لأن رمضان أفضل، فلا بأس بذلك. وإن كان خلاف الأولى أنه إذا وجبت الزكاة يخرجها على الفور ويوصلها لمستحقيها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: من يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله؟ ومتى نقول بأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره؟ هذه مسألة أصولية يا أخي. فقول الرسول وفعل الرسول كلاهما سنة، إلا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بالرجوع إلى كتب الأصول. نعم. يقول: ما هي أبرز مفسدات الصوم الشيخ صالح؟ أبرز مفسدات الصوم الأكل والشرب والجماع وما يشبههما والحجامة، هذا ما وردت به الأدلة، وكذلك إدخال أي شيء إلى الجوف، إدخال أي شيء إلى الجوف من أي طريق فإنه يفسد الصيام. نعم. هل يسترشد يا شيخ بمن يصلي بجانبي إذا شك بعدد الركعات؟ نعم. هل يسترشد بمن يصلي بجانب الشخص إذا شك بعدد الركعات؟ هل يصلي مع الجماعة يتابع الجماعة، والحمد لله يتابعهم، إذا شك فإنه يكون مع الجماعة، وفعل الجماعة يدل على زوال الشك. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن عمل الإنسان، دائما الإنسان يطلب
أن يختم له بخير. كيف يختم المسلم شهره بعمل صالح وما أجر ذلك؟ نعم، رمضان كله شهر خير وعبادة من أوله إلى آخره، لكن في آخر الشهر يختمه بزيادة اجتهاد، يختمه بالتهجد بآخر الليل زيادة على صلاة التراويح، يختمه بكثرة الاستغفار، لأنه عند الفراغ من العبادة يأتي الاستغفار لما قد يحصل في العبادة من نقص أو خلل، فالاستغفار يجبر ذلك، فيكثر من الاستغفار في آخر الشهر ويختمه بالاستغفار والتكبير. نعم. نايف من الطائف، تفضل يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لك يا شيخ عبد الكريم المقرن وأيضا لفضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان. وأقول أن لدي عدة أسئلة. السؤال الأول يا فضيلة الشيخ، أنا حقيقة قدر الله سبحانه وتعالى علي أن أفطر لشهر رمضان المبارك الحالي، وذلك لوجود مرض مزمن عندي، وطبعا لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، وذلك لظروف مادية يعني صعبة. هذا السؤال الأول يا فضيلة الشيخ. طيب يجاوب الشيخ لحظة. يا أخي ما عليك إطعام 60 مسكين، عليك إطعام عن كل يوم، عليك القضاء. إذا كنت تقدر على القضاء لا بد من القضاء ولا يكفي الإطعام. أما إذا كنت لا تقدر، إذا كنت لا تقدر على القضاء يعني مؤبدا مرض مزمن، فإنك تطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف، 45 كيلو عن الشهر كله. وإذا كانت الظروف المادية يعني لا تسمح يا فضيلة الشيخ، يثبت الإطعام في ذمتك متى ما قدرت تخرجه. نعم. السؤال الثاني يا نايف. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لتقديم الصدقة للجيران، يعني الجار المرافق في المنازل سواء كان غني أو فقير، فما حكمها يعني؟ طيب اسمع الإجابة. نعم. تقديم الصدقة يا شيخ يقول سواء على الغني أو الفقير. الغني ما يحتاج صدقة يا أخي، الفقير نعم تصدق عليه وهذا فيه فضل عظيم. وأما الغني إذا كان قصدك الهدية تهدي له، نعم الهدية لا بأس، قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. وأما الصدقة فإنها لا تشرع إلا للفقير، والصدقة على الغني ليس فيها أجر. نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا فضيلة الشيخ، نريد منكم توجيه من فضيلتكم لكثير من القنوات الفضائية التي تبث مسلسلات وبرامج هي حقيقة دون المستوى. شكرا لك. ولا تراعي حرمة الشهر الفضيل. شكرا. نعم، هذا الشيء يلاحظ أنه يأتي في رمضان مسلسلات ومضحكات ومشغلات، وهذا لا يليق بهذا الشهر، هذا شهر فاضل ولا تليق به هذه البرامج التي لا خير فيها أو هي مغفلة للناس عن ذكر الله عز وجل. ولا يليق بالمسلمين أن يدخلوا في وسائل إعلامهم مثل هذه البرامج دائما وأبدا، لكن في رمضان أشد لحرمة الشهر ومكانة الشهر، لأن هذا يتنافى مع حرمة هذا الشهر وما ينبغي أن يفعل فيه من الخير ومن نشر العلم ونشر الدعوة إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم. عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة هل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكون مثل الاستغفار أم أنه يختلف عنهم؟ نعم. هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستغفار أو يختلف؟ لا، الصلاة على الرسول نوع والاستغفار نوع آخر. الاستغفار طلب المغفرة، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء للرسول، دعاء له عليه الصلاة والسلام.
يختلف هذا عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ الذي ترك زكاة الفطر العام الماضي يقول لسفره ونسيانه، هل يخرجها هذه السنة؟ يبادر بإخراجها قضاء، يبادر بإخراجها قضاء. نعم. يقول السائل يا شيخ، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الحديث، هل يقال هذا الدعاء عند سماع الإقامة؟ نعم، يقول مثل ما يقول المؤذن في الإقامة، يتابعه مثل، لأن الإقامة أذان، قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم. ما معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؟ هذا لا يوافق عليه أبو هريرة، هذا من اجتهاده رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي تأتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا غير مشروع، لأنه من كلام أبي هريرة ولا يزاد على محل الفرض. نعم. طيب الشيخ صالح، إذا كان هناك مثلا خلاف في مسألة تعبدية مثل الزيادة في غسل عضو من أعضاء الوضوء أخذا بزيادة أبي هريرة، لا، ما يزاد على أعضاء الوضوء، ما يزاد عليها، لها حدود لا يزيد عليها، لأن هذا من المبالغة والغلو، وكأن المشروع لا يكفي عند هذا الذي يزيد، يقتصر على ما شرع الله سبحانه وتعالى وفيه الخير، والزيادة تكون بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن كان مثل أبي هريرة يريد الاجتهاد والخير، ما يريد الابتداع، لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، في رمضان يحرص المسلم على التقرب إلى الله بقراءة القرآن، يقول: أنا في رمضان وأجلس في المسجد كثيرا، ولكنني أنعس عندما أتلو لأنني أجلس من فرض إلى فرض آخر. لا يضر هذا، الجالس إذا نعس لا يضر هذا، وهو باق على وضوئه، إلا إذا كان مستندا إلى شيء، إذا كان مستندا إلى شيء فإن هذا يعتبر نوم، فينتقض وضوءه بالنوم. أما إذا كان متمكنا من نفسه جالس فهذا لا يضر نعاسه، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، ويقومون ويصلون ولا يتوضؤون. نعم. يقول: ما الأجر المترتب للمؤذنين على التزامهم بالأذان، وكيف كان الهدي النبوي في ذلك؟ نعم، المؤذن كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وكذلك المؤذن يشهد له كل ما سمعه من إنسان أو من أرض أو من جبال، كل من سمعه من الأرض يشهد له يوم القيامة، فيه فضل الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. بعض الناس يا شيخ يستغل رمضان للإقلاع عن التدخين، فما حكم التدخين مأجورين، وما الأسباب المعينة على تركه؟ التدخين آفة خطيرة من جميع النواحي، من ناحية رائحته، من ناحية ضرره على الجسم، من ناحية كراهية رائحة المدخن، أيضا من ناحية أنه مضر بالصحة، وليس فيه أي فائدة،
ما فيه أي فائدة وإنما هو ضرر محض، فالواجب على المسلم أن يبتعد عنه، ومن ابتلي به يجب عليه أن يتوب إلى الله ويتركه، لأنه آفة لا خير فيه بوجه من الوجوه، وإنما هو عادة سيئة. نعم. أحسن الله إليكم. الشخص الذي ابتلي بفتنة النظر كيف يدفع هذه الفتنة وهو يجاهد نفسه في ذلك؟ يبتعد عن المحلات الفاتنة مثل الأسواق التي فيها النساء، مجامع النساء، النظر في الشاشات التي فيها النساء التي تتبرج أمام الناس. فالمسلمة عليها أن تتقي الله ولا تظهر في الشاشات، لأن الذين يشاهدونها ليس من حولها، يشاهدها العالم كله، فتفضح نفسها أمامه، وهي مأمورة بالستر، مأمورة بالحجاب، مأمورة بالعفة. على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب وأن لا تظهر أمام الناس وهي سافرة، لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها. نعم. أبو نواف من القصيم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام أبو نواف، تفضل. يمكن أكلم الشيخ؟ الله يعطيك العافية. تفضل، الله يخليك. تفضل. بخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. يا شيخ أنا عندي سؤال، الله يجزاك خير، ودي أسألك الله يجزاك الجنة إن شاء الله. تفضل. شيخ أنا انصبت في مرض 3 أمراض قبل 4 سنوات. مرض انفصام الشخصية، ومرض الوسواس القهري، ومرض الاكتئاب، ومرض السكر. لا حول ولا قوة. وأنا يا شيخ عجزت أصلي وعجزت أصوم. قبل 4 سنوات هذه كنت أصلي مع الجماعة، وكنت أصوم رمضان، وكنت أتصدق. الآن يا شيخ عجزت حتى أصلي بالبيت عندي، بس أدور وإعلان على الإبرة المهدية وعلى حبوب النفسية، هل علي شيء يا شيخ؟ شكرا. نعم، عليك بتقوى الله عز وجل حسب استطاعتك، تصلي مع الجماعة، تصوم، وإذا أصابك مرض أو عذر ما تستطيع الذهاب للمسجد تصلي في البيت، تصلي بالبيت مدة العذر، فإذا زال العذر فإنك تبادر بالصلاة مع الجماعة في المسجد، شفاك الله وعافاك. الصيام إذا كنت أفطرت أياما من رمضان فإنه يجب عليك القضاء إذا استطعت، ولو كان تأخر القضاء فلا بأس بذلك، المهم ما تترك القضاء ولو تأخر. نعم. أحسن الله إليكم. ما القوم القول شيخ في قوم اعتادوا على الحلف بالله واتخذوه مؤكدا لكل ما يقولونه؟ لا يجوز كثرة الحلف، كثرة الحلف تدل على التساهل فيه، قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فكثرة الحلف تدل على عدم المبالاة به، والله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، فلا يحلف إلا وهو صادق ومحتاج إلى الحلف أيضا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. ما الأجر المترتب على المحافظة على الصلوات سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان؟ نعم. الأجر المترتب على المحافظة على الصلوات في رمضان أو غير رمضان؟ الأجر عظيم، المحافظة على الفرائض مع الجماعة في رمضان وفي غير رمضان، الأجر عظيم، فمن حافظ على صلاته الله جل وعلا يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، في الآية الأخرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، فيحافظ الإنسان على صلاته، الصلوات الخمس اليوم والليلة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. محمد من أبها، تفضل يا محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام.
الله يسلمك يا شيخ. يا شيخ انا ابغى اخذ عمره وابغى اطلع على الطائف، هل يجوز اطلع على الطائف ولا امر الميقات حقي لبنان؟ تحرم من الميقات الذي تمر به، ان جيت مع الطائف انت مخير ان تذهب تحرم مع السيل او ان تحرم من وادي محرم الذي على طريق الهدى، انت مخير بينهم. يعني عادي لو اجي بنفع على الطائف عادي يا شيخ؟ ايش؟ نعم، لو اجي على انا جاي بنفع رايح الطائف عادي امر على الميقات حق الطائف ولا امر ما في مشكله؟ تحرم من الميقات الذي تمر عليه يا أخي من الطائفة ومن غيره. طيب شكرا. العطورات التي كثرت في زماننا هذا يا شيخ ويستخدمها سواء الرجال أو النساء فضيلة الشيخ، هل تخل في صيام الشخص؟ لا ما تخل فيه، يجوز للصائم أن يتعطر، هذاك البخور لا يشم البخور الذي يدخل إلى أنفه، أما العطر لا بس يجعل على جسمه وعلى ثيابه، لا ما في مانع. نعم، ورد حديث ثلاث من كنا فيه فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك وبذل السلام والإنفاق. لا أعلم هذا الحديث، ولكن هذه خصال طيبة، هذه خصال طيبة. الذي أعرف ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، معنا اتصال إيمان من الرياض. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا إن شاء الله هقضي رمضان، نص رمضان ونص رمضان في بلدي، زكاة الفطر فين أطلعها؟ وشكرا، جزاك الله خيرا. شكرا. نعم، تقول رمضان ستكون في السعودية والنصف الآخر من رمضان ستكون في بلدها، زكاة الفطر متى تؤديها؟ تؤديها ليلة العيد. نعم، ليلة العيد وقبل صلاة العيد في أي مكان، سواء كانت في السعودية أو في بلدها. إذا هل الشهر وانتهى شهر رمضان تؤدي صدقة الفطر في المكان الذي هي فيه وفي أهل البلد التي هي فيه. نعم، أم طارق من القصيم، تفضل يا أم طارق. السلام عليكم. عليكم السلام، قصر التلفزيون شوي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. السلام. لو سمحت يا أخوي، خالتي عنده فلوس جمعت من اليتيم والحين بلغ مليون، نصف مليون، هل عليهم زكاة؟ طيب شكرا. ايش تقول؟ خالة جمعتنا يا شيخ اموال ليتيم وقد بلغت الان مبالغ كبيرة، هل فيها زكاة؟ نعم بلا شك، وكيل اليتيم، وكيل اليتيم القاصر وليه يخرج الزكاة عنه بالنيابة ربع العشر من ماله. نعم، فضيلة الشيخ، في الآونة الأخيرة بدأت تأتي رسائل عبر الجوالات، وهذه الرسائل يا فضيلة الشيخ لحث على الخير أو غير ذلك، أو استشهاد بحديث أو تحذير من حديث ضعيف، ما رأي الشيخ صالح؟ ونرجو التوجيه في ذلك. لا يعتمد على الجوالات ولا ما ينشر فيها، لأنها قد يدخلها شيء من الجهل، يدخلها من الخطأ، أو يدخلها شيء من التضليل أيضا، فلا يعتمد على الجوال. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل العلماء. نعم يا شيخ، هل للمرأة أن تأخذ المانع لتصوم مع الناس وتستقبل الخير؟ لا بأس بذلك إذا كان لا يضر بصحتها، وعليها أن تستشير الأطباء لئلا تأخذ ما يضر بصحتها. نعم، أبو عبد العزيز من ينبع، تفضل أبو عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي استفسار عن دخول صلاة الفجر، وأعرف كلام الشيخ صالح الفوزان وكلام الشيخ بن باز، إلا أن بعض الشباب هداهم الله
يقول الأحوط أنه يجلس 10 دقائق بعد دخول الوقت بعد الأذان ثم يصلي. هل هذا عمل صحيح أو أن ننكر عليهم يا شيخ؟ بارك شكرا. الله فيك. شكرا. إيش السؤال؟ يقول بالنسبة للتقدم والأخذ بالاحتياط بعد أذان الفجر، بعض الأئمة يأخذ الاحتياط يا شيخ. إيش الاحتياط؟ الاحتياط في الأذان. الأذان إذا طلع الفجر يؤذن، يؤذن على طلوع الفجر مع بداية طلوع الفجر. طيب. إن كان يرى الصبح، إن كان ما يراه عليه بالتقويم، تقويم أم القرى المعتمد. نعم. الذي اعتمده ولي الأمر وعمم على المسلمين يعتمد عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. هل يجوز للنساء أن تلقي محاضرة بين أخواتها أو في المسجد في رمضان؟ في بيتها أسلم وأحسن. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لمن كان عليه رمضان من العام الماضي لمرضه ودخل عليه هذا الشهر ولم يصم، يصوم رمضان الحاضر، وإذا انتهى رمضان الحاضر يقضي ما عليه من رمضان الماضي. فإن كان أخر القضاء من غير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، أما إن كان أخره لعذر فإنه يقضي ويكفي هذا، ما ليس عليه إلا القضاء. نعم. فضيلة الشيخ يقول بأنه قرأ في أحد الكتب بأن هناك بدعة حسنة ومنها التراويح وبدعة سيئة، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام غير صحيح. التراويح ليست بدعة، التراويح سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم أياما ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم، ثم الصحابة فعلوها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست بدعة، فليست بدعة، وإنما هي سنة مؤكدة. نعم، أكد السنن التراويح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان في صحراء كيف يفطر؟ هل يعتمد الغروب فقط أو يأخذ بالاحتياط؟ الذي في صحراء يرى الشمس إذا غربت وأقبل الليل من جهة المشرق يفطر، هو يرى أكثر من غيره لأنه في صحراء، فإذا غربت الشمس في الأفق وأقبل الليل من المشرق فإنه يفطر. قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ الحقيقة أرسل بسؤال عن خارج رمضان، يقول عندي مزرعة وأقوم بتغطية المزرعة أيام الشتاء من البرد المتساقط مع المطر، هل هذا جائز؟ نعم، إذا كان به وقاية للمزرعة هذا هذا من اتخاذ الأسباب النافعة. نعم. شكر الله لكم فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. الحقيقة استفدنا من هذه التوجيهات وهذه الفتاوى القيمة المبنية على الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا من المقبولين في شهرنا الفضيل. أشكر الزملاء من الفنيين والمخرجين وبقية طاقم العمل، هذا زميلي نايف الكرشمي مخرج هذه الحلقة، يتمنى لكم التوفيق والسداد في شهرنا الفضيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.